لازم يكون في عنده طابع المفاجأة والمبكر.
مباغتي لعلمي حتى يطرح عندي سؤال او اسئله، وحتى يطرح عندي تحدي، لانه مش ممكن العيد يكون الا دعوه لاخذ موقف. بتشوفوا بقصة ولادة الرب انه كل الناس اخذوا موقف، كل الطبيعة كان عندها دور، حتى الناس كان عنده موقف، يعني الانسان. اذا بدنا نحكي بشكل اكثر تفصيلي، انه اليهود كان عندهم موقف، الغرباء كان عندهم موقف من المجوس، واللي حول يسوع كان عنده موقف. اذا بدي زيد اكثر تطرفا بالحكي، بقول طبيعه كان عندها موقف، لانه السماء كان عندها موقف، اعلنته بالنجم. الارض كان عندها موقف، اعلنتها بالمطرح اللي ولد فيه يسوع. بقصة العيد الأيقوني، سورة الميلاد اللي وراكم هيك، بتبين إنه عاطي شيء تاني، إنه الحيوانات عندها الموقف. لو مش مكتوبة بقصة الإنجيل، الحيوانات عندها الموقف، الملائكة عندها الموقف، كل عنده الموقف. بعد في شغلة واحدة، السامع أو القارئ بدنا نشوف موقف. اذا العيد هو تحدي للي سمع او اللي قري او اللي راد يدخل بالعيد، انه بدنا نعرف شو موقفه، هو يعرف شو موقف حاله. مشان هيك انا بقول انه لازم العيد يكون في له نفحه انقضائيه نهائيه، بمعنى فيها طابع الموت. على القليل موتك انت، او موتة حياتك قبل العيد، او موتة ما انت كنت فيه قبل العيد. يعني ما بعتقد واحد كان مثلا على ضعف، ما ضعف ارادة، انه يجي العيد ويكمل بنفس الوتيرة، او على خصومة ما ويجي العيد ويخلص العيد ويتضل خصومة، أو عنده أحقاد وتبقى أحقاد، بصير العيد رزناه ما بتتخزن. أنا بعتقد العيد هو بيخزق لك رزنامتك، مش أنت بتخزق له رزنامته، يعني بيخربط لك الدنيا، بيخربط لك القصة. مثل ما ولادة الرب خربطت القصة تبع الأورشليم واليهود، عملت اضطراب لهيرودس، عملت اضطراب للكهنة، عملت اضطراب للكتبة، خربطت له الدنيا، وعملت تغيير حياة للذين لا إله لهم، المجوس أو الغرباء اللي جايين. إذا بأي معنى ميلاد الرب سوف يأتي ليغير شيء ما بحياتنا؟ ومشان هيك عم نتأمل الموضوع قبل ما نستقبل المولود، لأنه في لا منطق بالقصة، في لا منطق، لأن الطرح اللي بيسألوه المجوس أين هو المولود ملك اليهود؟ انه ما بحياته مولود بكون ملك، المولود بكون ماكسيموم امير، لانه في ملك، والملك حتى يكون ملك لازم يكون فارض ملكيته، يا بحرب ربحها، يا باحقاق العداله والحق بمملكته. هذا مولود ضعيف، صورة الولد صورة الضعف. إذا كيف بيكون مولود ضعيف ويملك؟ وما نعترف بهالموضوع،
الذين لا ينتظرون اجوا اعترفوا، والذين ينتظرون ما تحملوا ان يكون في مولود ملك، لانه الملك لازم يكون عنده هيبه وعنده سلطان. مشان هيك هيرودس لم يتنازل عن عرشه. وانتم بتعرفوا نحن بالشرق الاوسط انه فكره الملكيه مناهي، انه ما حدا بيرضى حتى ابنه يسموه ملك، هو الملك. واذا مات الملك بيجي ملك تاني، بس وقت يكون عايش حتى لو مريض حتى لو عم بيموت. ما في ملك سابق، في رئيس جمهوريه سابق، بس ملك سابق ما في. مشان هيك تركيبي بقطر الامير بطل امير وبسموه امير سابق ما في، لدرجه بطل ما حدا بيعرف انه الامير عنده بي. خلص انتهى، انه لما اجى حمد ما بقى في بي عنده. اذا الملك ببطل عنده بي، بصير هو يعكس صوره بي اخر يلي هو الله. مشان هيك عنده السلطان الالهي على شعبه الملك. انتم بتعرفوا انه بالبلاد اللي فيها ملكيه حقيقيه ما في دستور، الدستور هو دمه للملك، القانون هو دمه للملك. مشان هيك ما حدا بيقدر مثلا ينتقد السعوديه انه ما عندها دستور، لانه عيش الملكيه بحياتها، عجبتنا ما عجبتنا هذا شيء ثاني. بس فكره الملك هو انه هو يتلفظ كل يوم صباحا، وعلى اساس تلفظه العالم بتعيش. اذا العالم بتعيش من كلمه الملك، مش من الخبز والاكل والشرب، من كلمه الملك. لانه يعني اذا غير كلمته على اللي انت عم تعمله بتصير انت ضد الملك. اذا عم تعمل حاله تمرد، اذا كيف الحل حتى تعيش بامان تحت المملكه؟ انه تكون خاضع لكلمه الملك وهو يحميك وقت تكون انت ضمن دياره ضمن خيمته. اذا القصه ما سهله، يجي واحد يعترف يقول اين هو المولود الملك؟ مين قال؟ مجوس، يعني الغرباء. اذا مش مضموني انه انت ضلك محتكر ملكك ولا محتكر ربك. تقدر تكون صرت برا انت ويجي غيرك يصير هو اللي جوا. وهيدي قصة الميلاد. قصة الميلاد انه في ناس كانوا مفكرين وضامنين حالهم انه هن جوا، لما تحديهم الملك ورفضوا صاروا هن برا، ويلي قبلوه صاروا هن جوا. اذا بلحظه مواجهه المولود الملك عم تفرز انت ولادتك او موتك. اللي رفضوه ماتوا بعيونه، واللي قبلوه ولدوا بلحظه ما قبلوه. مشان عيد الميلاد بيطلع عيد ميلاد مين؟ عيد ميلادي انا اذا باخذ موقف أن أقبل المولود ملك علي. إذا عيدنا ولادتك اليوم مش ولادتي. وإذا بتلاحظوا الإنجيل وقت طرح قصة الميلاد ما تتولوها، ما ضروري الكل هيك. متى وقت بلش بأول صفحة من إنجيله، صفحة مملة للغاية، بتمنى واحد ما يقرأ غير يقلبها، لانه مبلش اسامي نحشون ولد بوعز بوعز ولد فلان، شيء متعب خالص. بس طرحها بشكل من اعظم ما كتب بالانجيل بدون مبالغه، هي اول صفحه من متى يلي الناس بالعالم يعرفوها، بحبوا دائما القصص. اما متى اللي بنبلش شغل اول جمله، هذا نسب يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. استعمل اسمين، ابن داود وابن ابراهيم. داود
هو موجود كملك حصل على الملكية، كان راعي حصل على الملكية وتملك وصار عنده مملكية. طبعا بعد الناموس الموسوي، يعني بعد ما موسى أعطى الوصايا وصار في شعب يهودي، داود موجود. إذا هيدا شخص كان راعيا بدون سلطة بدون قوة، صار ملكا رغما عن إرادة الله. الله ما بده ملك لشعبه، ما أنا الملك لشو بدكم تحطوا ملك؟ بس رح أقبل لفهمكم إنه كنتوا قراركم غلط. إبراهيم كان غنيا، كان عنده عشيرة، كان عنده مثل مملكة، ترك كل شيء وصار شاردا في الصحراء. واحد كان شارد صار ملك، واحد كان عنده كل شيء ترك كل شيء وراح الصحراء. يسوع ابن داود ابن ابراهيم، بس ابراهيم هو موجود قبل موسى، يعني خارج الناموس، يعني منو يهودي؟ اذا عندنا اثنين، واحد يهودي بيعتبر الله لإله وعمل له هيكل وقال له بعدك بالهيكل، واحد صار بدو بالصحراء. مين انت بتشوف مناسب لإلك؟ اذا نبلش باول جمله، خذ موقف، انت بدك اللي يملكه الله ولا بدك اللي الله يملكك؟ نقي. بيقول ابن ابراهيم، ابراهيم ولد اسحاق، اسحاق ولد يعقوب، يعقوب ولد فلان، ولد ولا ولا، وبيقول سلسله. هلا يلي بيعرف طبعا الموضوع انه خلال هالسلاله نسب بيذكر اربع نساء. بالعاده بالسلاله ما في نسوان، بيذكروا رجال. بالضيعة إذا واحد بدك تهده بتقول مثلا سيمون سميرة، يعني أمه اسمها سميرة، يا بتكون مشهورة إنه قوية على جوزة، يا إنه بتكون ما بعرف شو بينسبوا لها، يعني شيء ما منيح. وقت يقولوا لأمه يعني عم بيهدوه بشيء. وهذا هلا قبل وقت يذكر بالسلالة أسامي نساء متى عم يذكر نساء غير يهوديات ونساء زانيات، يعني واحد ما بيتشرف فيهم، حطن متى بالسلالة تبع يسوع. ومفترض واحد بس يقول لك أنت ابن مين إذا عندك جد سراء حرامي ما تذكره كفي، بتنقي لك شي واحد شهرته منيحه وصيته منيح تقول انا ابن فلان، بس ما بتسمي اسامي عاطلين. هم متى عم بيعطي نسب ليسوع ناس عاطلين وليسوا يهود، هي اصعبها، يعني تكون انت زاني بس يهودي منيح، بس مش يهودي لو شو ما كان مصيبة. أول مرة بيذكرها بيقول ويهوذا ولد فارس وزارح من تامار، علما انه بكل السلالة بيقول اسحاق ولد يعقوب، يعقوب ولد فلان، واحد واحد، الا هون ولد فارس وزارح اثنين، لانه هدول دوم العهد القديم. وقال من ثمار، صيد ثمار منه منيح، بس ليش استعمل فارس وزارح؟ ولما نكمل بيقول وفارس ولد حصرون وحصبتار زارح، ما عاد موجود. ليش استعمل؟ ليش كتب اسمه؟ فارس وزارح توم، بس اذا
واحد خلي اول ولد اول بطل يكون هو البكر. بس اذا خلقوا توم مين البكر؟ مش اذا يعني بيطلع بالاول بيكون البكر بالقصه. زارة حبيطلع قبل ولا يعرفوه، يعني توم بيربطوا له ايده بيعطوه عليه. قام رجع زارة حفيت له بطن امه، قام طلع فارس. بعد كملنا فارس شو بتعني؟ بتعني هيدي تلميح انه اليهود يلي مفكرين حالهم هن البقر لله اذا تراجعوا بكمل غيرهم. شو بيتعطل الله اليهود لانه ما قبلوا يسوع؟ كل من يقبل يسوع بصير هو البكر، هو الوريث. وبالتالي الوثنيين يلي قبلوا يسوع المسيح صاروا هن ابناء ابراهيم، هن ابناء الوعد. واليهود يلي ما قبلوا يسوع صاروا مثل الوثنيين. اذا ما في شيء مطوب باسمك، ما في امتياز، ليش عم بقول هالشيء؟ نوصل للاخر. بعدين بيذكر اسامي تاني، رحاب هيدي غير يهودية ومصيوطة كانت، ولكن لانه ساهمت شوي انه تزمت اثنين بحرب بأسلحة طلع لمصيبة. اذا صيتك وتاريخك وماضيك، انت بلحظة اللي بتعمل شغلة ترضي فيها الله وتاخذ القرار، يمسح عنك كل ماضيك ويفتح معك عهدا جديدا. اذا يعني ولادة جديدة. واذا كنت انت اخذت موقف لا يرضي الله وترفض في الله، قد ما كان عندك خزين قبل اخذت قرارك خلاص. إذا يذكر أربع نساء، هذه أول شغلة غير طبيعية. الشيء الثاني غير طبيعي إنهم منهم يهود. الشيء الثالث غير طبيعي إنهم صيتهم مش منيح. من هيدول بيخلق المسيح؟ شو يعني؟ يعني أنت الخاطئ صار عندك رجاء إنه المسيح يولد منك. هذا إيه؟ لأنه كل واحد بس يتقرب من الله بيكتشف عمق خطيته، بس يتقرب من الله بيكتشف وضاعته. انت بس تتقرب من الشمعة بتكتشف انك مصرخ، اذا بعيد عن الشمعة ما بتنتبه لحالك. اذا كل ما تقربت من النور كل ما تكتشف وضعك. عم بيقول متى بهالانجيل انه انت كل ما تقرب وتفكر حالك عم تكتشف ضعفاتك وخطاياك، بهالوقت الله عم ينسي لك ضعفاتك وخطاياك. اذا انت ولادة جديدة. اذا عيد الميلاد هو عيد ميلادك مش عيد ميلاد الرب. حسبوا. شيء تاني. بيقول من بعد ما سرد السردي، طبعا 42 اسم بيذكر. متى بيذكر 42 اسم. هلا اذا واحد بيعمل شويه اجتهاد 42 هن 6 ضرب 7. بتعرفوا الرقم 7 هو رقم الكمال. اذا 6 سبعات يعني مش كمال، لازم يكونوا 7 سبعات. امتي بتبلش 7 سبعه؟ وقتها بيقول مجموع الاجيال من ابراهيم الى داوود 14 جيل، من داوود الى سامي بابل 14 جيل، من سامي بابل الى المسيح 14 جيل. يعني المسيح ورايح في عندك سلاله جديده هي كامله الكمال. دغري بيقول واما مولد يسوع المسيح فكان هكذا. عم بيحكي عن عهد جديد، ولاده جديده. هلا لما عم يطرح قصة ولادة يسوع شو بقول؟ كانت أمه مخطوبة فكذا حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلا صالحا أو بارا، ما أراد أن يكشف أمرها
كشف حبلي، فعزم على ان يتركها سرا. ايه ده مين؟ بس بذات الوقت بطيع الناموس، الناموس بيقول اذا مرتك حبلي مش منك يعني في زنا، الحل هو بالرجم حتى الموت. بس هو بار اكثر فاراد انه يتركها سرا. بده ينهي عمره لمريم، بده ينهي حياته لمريم يوسف. بلحظة اللي قرر ينهي حياته يظهر الملاك ليعمل له حياة جديدة مختلفة. كانت عبدة ليوسف، طبيعي رجال هو الرأس المرأة منها حسب الناموس. من بعد ما ظهر الملاك أصبح يوسف يتبع مريم. تتغير الأمور؟ إذا العيد هو دنيا البالي.